السلام عليكم. اليوم نروح القسنطينة ونوري لكم مشروع نتاع إنشاء مدرسة جديدة للعلوم الإسلامية والعلوم الشريعة جديدة اللي سوف تعوض المدرسة اللي كانت موجودة على مستوى الجامع الكبير بقسنطينة، جامع الأمير عبد القادر الذي أصبح لا يكفي للمصلين، إذن كان من الضرورة لنقل رفوف الجامعة الشريعة الإسلامية من جامعة قسنطينة إلى مدرسة جديدة، وهذا ما تم، وهذه مبادرة جيدة جدا ليترك جامع الأمير عبد القادر الرائع كبير جدا يعني الجميل أن يترك لمناسك الصلاة فقط وتنقل المدرسة إلى مكان آخر، وهذا ما تم إذن. وهنيئا لطلبة الشريعة الإسلامية في قسنطينة بهذا الإنجاز الجميل كبير، وأترككم مع نهاية الفيديو والسلام عليكم.